لا اله الا الله. يا جماعه اللي حصل ده ان الله وان اليه راجعون. طب حد يكلم الشرطه، حد يكلم الشرطه بسرعه. الو كلمنس. ايوه مع حضرتك. هنتجمع النهارده في الميعاد؟ حاضر تمام. اصحى يا مأمون، يلا يلا يا ابني اصحى يلا. ايه في ايه؟ ايه اللي انت عامله في الاوضه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ جمع السرير ايه ده؟ ليه كده؟ ليه يلا كل يوم؟ شفت شفت اتفرجت الاوضه ازاي؟ قوم قوم عشان ننظف. يلا قوم. خلاص هقوم. يلا يلا قوم. هقوم حاضر. يلا. وكل يوم؟ يلا. ده ايه القرف ده؟ شربات كمان؟ اهلا اخيرا شرفت. يا ريم بيه يلا نفتح. طيب طيب خلاص ماشي اوكي. يلا سلام. كيف حالك يا شباب؟ طيبين الحمد لله. عندنا عمليه جديده تمام؟ هي حنسلم فيها الذهب والجوهرات اللي سرقناها المره اللي فاتت تمام؟ حنسلمهم للتاجر تمام؟ وحناخذ منه الفلوس. العمليه حتصير في مسجد السلطان حسن تمام؟ وموقعه تمام؟ ده اشمعنى يعني مسجد السلطان حسن؟ تمويه يعني. انت ما لقيتش غير المسجد طيب اللي بنصلي فيه؟ قال حط حرام. تمويه تمويه عشان ما حدش ياخذ باله مننا بس يعني. احنا هنعمل ايه طيب بالظبط؟ احنا يا سيدي حنسلم ونستلم الذهب والجوهرات، حنسلم الذهب وناخذ الفلوس. بس يا دار ولا لا خسرت. يا ياسمين انت معانا في الموضوع ولا؟ نعم تفضل. عموما لو تكلمتي مره ثانيه حتطلعي برا. كويس. هو المسجد ده فين؟ مكان المسجد ده في ميدان صلاح الدين. تمام؟ في القاهرة؟ لا في اسكندرية، أكيد في القاهرة يا مامون يعني. ما ركز معايا شوية. الموضوع سهل، هنسلم ونستلم ونمشي. تمام. تمام. دي المعلومات اللي توفرت عن المكان ده، دي الخريطة، المدخل الرئيسي هنا، وإحنا غالباً هنسلم وهنستلم هنا في الصح. إيه الصح يا ريس؟ هو منطقة كبيرة يعني واسعة كده، بس هذه صورة بس. هنسلم هنا عند المكان دوت؟ ايوه. والمدخل المائل ده؟ ايوه هو ده المدخل المائل. المسجد ده مساحته قد ايه؟ انا بس افهم حاجه واحده بس، حاجه واحده بس. انت هتستفيد ايه بالمساحه؟ شوف مساحتها 7900 ابهرني. لا لا كده يا لحبيبي، احترمنا وعلى خلصت. ماشي. نوزع الادوار؟ تمام. طيب. مأمون شوف انت هتروح تستكشف لنا المكان ده تمام؟ روح المكان روح شوف كذا، شوف المداخل والمخارج كذا، شوف الامان هناك حنتصرف ازاي. انا عين المكان بس. تمام. وانت طاهر روح جهز الذهب ده تمام عشان نسلم. يبقى المكان اللي هتشلمه منه يعني؟ بالظبط. تروح لو تسوي شاهد يعني. جزاك الله خير. تفضل. الله يبارك. اصلا انت من اول اصلا مسرقه مسرقه. قول لي ايه يا عم ده؟ انا عايز الشاهد ده على اتنين سكر بالنعناع. انت اول مره تيجي هنا؟ ايوه. معاكم مرشدة سياحيه ميار. تحب تتفرج على المسجد؟ اول حاجه البوابه اللي انت منبهر بيها دي ارتفاعها 37 متر وهي اكبر بوابه في العالم ومعموله على زاويه عشان تشوفها من بعيد. بالنسبه بقى لطول الواجهه 150 متر وعرضها 68 متر. تحب ندخل جوه؟ اه طبعا. مدخل خلاب والجدران عالية والتفاصيل مذهلة والقبة دي بتبان من جوه بس. زي ما انت شايف الممر ضيق جدا وطويل والحيطان مصنوعة من الحجر
وده مدخل المآذن. هنا بقى السرداب وده مدخل سرير القلعة. وده كان دار ضيافة ودلوقتي بقى كتاب. وده مدخل المستشفى وده مصنوع من الخشب. فوق دول عنابر المستشفى ويقال انهم كانوا بيستخدموا في الحرب. كانوا النبالين بيستخدموهم علشان يدافعوا عن المسجد. ومن الممر الضيق ده دخلنا على صحن كبير جدا مساحته 1088 وفي النص دي اسمها الميضة وده مكان يستخدم للوضوء مرفوع على 8 أعمدة والأعمدة دي مصنوعة من الرخام وفوق مكتوب عليها آية الكرسي وفي نجمة داود. في المسجد هنا في 4 مذاهب وكل مذهب ليه مدرسة ودي أول مدرسة مدرسة المالكية ودي مدرسة الحنبلية ودي مدرسة الحنفية ودي مدرسة الشافعية. هو ده ايه؟ وده المكان اللي بتصلى فيه واسمه ايوان. في المسجد هنا في 4 ايوانات الايوان الغربي والايوان القبلي والايوان البحري واهم ايوان فيهم وهو ايوان القبلة. ودول عرايس السماء. وده في حاجات مهمة قوي وزخارف كتيرة عن باقي الإيوانات. الزخارف دي بتضم 3 حاجات كالاجرافي بايومورفيك وجيومتري. الكالاجرافي هو نوع الخط الكوفي ده مفهوش نقط ومش مقري كويس. المواد المستخدمة في إيوان القبلة هي مواد طبيعية 100% ومصنوعة من الرخام والأحجار والزجاج ومصنوعة بشكل جميل. هنا في بوابتين للضريح واحدة على يمين المحراب والتانية على شماله. هو ده ايه؟ وده اسمه دكة المبلغ. وده مدخل الضريح. الضريح ده خلف ايوان القبلة وده تاني محراب. الاولاني شفناه برا. ده كان المصحف والمصحف ده مكتوب بخط الايد. القبة اللي فوق دي فيها زخارف كتير وهي سكوينش. المكان ده باب خروج؟ لا ده شباك. بس كان في قصة كده هو كان دايما يقولها للأطفال. كان بيقول كان يمكن كان في سلطان اسمه محمد بن قلاوون. كان سلطان من سلاطين النبي وبعد المنات ابن حسن مسك الحكم. وحسن ده كان عنده 13 سنة. المفروض ان هو يحكم مصر بس الكلمة في القصر كانت لأمراء القصر. ولما تم 17 من عمره بقى الحكم كله بأمر بس يخسروا يا ريتوا بيدوم اعتقلوه في القلعة في يوم. وأخوه الصالح بقى هم اللي بيحكم وحسن في السجن بيفكر ويتعلم. كان يومه كله قراءة وابتداع وبيفكر لما يخرج ازاي ينهي الصراع. كان عايز يعمل حاجة تغير الناس وفكر في المدرسة علشان دي الأساس. وبعد 3 سنين اتحرر ورجع للناس وأمر ببناء مدرسة ومسجد يتجمع فيهم الناس. وراح للمعماري محمد بايلك المحسن علشان يعمل له المدرسة. وكان عايز منه حاجة مبهرة وقال له ان هو عايز ايوان المسجد يكون اعلى من ايوان كسرى في بلاد فارس علشان ده كان اعلى ايوان في العالم. وكان في 4 منارات لـ4 مذاهب. ازاي ده؟ ازاي ممكن يعني هما مرتين بس؟
هما بعد ما بنوا المنارة الثالثة وقعت، وكان في 300 طفل تحتها حياتهم انتهت، فوقفوا بنا المنارات لحد كده وما كملوش المنارة. وعمل بعد كده ضريح علشان يتدفن فيه، بس خسارة اتقتل واختفى وما اتدفنش فيه، والضريح كان من نصيب ابنه. وبعد كده المدرسة ما كانتش لسه خلصت، فكملها من بعده ابنه علشان اسمه ما ينساش. ودي الحكاية اللي كان جدا بيحكيها، ايه رأيك؟ ياه، مسك ده حكايته حكاية. والله يا ابني طبعا اول هما انا ما نعرف خلاص ماشي. صحيح يا ابني بقولك ايه، خالتك اتصلت بيا عايزين نسافر لها بكره. ماشي مفيش حاجة. يا مامون ما ينفعش الكلام ده، بس انجزوا اعطيني ايه المفيد. الموضوع مش بايدينا عشان نقدر نغير المكان دلوقتي. في حاجه ما رحتش يا عم، ده اكل عيش، ده اكل عيشك يا تعبان. انا لما اصل اللي انا اعتمدت عليه، لو كنت خليت احد ثاني يروح كان احسن. بقول لك يا طه، انا مش مقتنع على الكلام اللي قاله الرجال ده. روح وخلص عليه. يلا يا طه. خلاص اكثر كلام؟ ايوه، وهم مش معانا يبقى يموتوا يعني. بلغيني اول باول. ها انت موافق على الناس بتاعه؟ والله يا صاحبي انا ما اعرفش اي حاجه. يلا رد ايه يا ريس، تمام كده العمليه تمت بنجاح. طب كلمي انت ضياء بسرعه. طريق. طب بقول لك ايه، قولي له ما يجيش، اتصل بيه قولي له ما يجيش، خليه يروح على العنوان اللي انا هبعته له في الرساله ده بسرعه. ماشي. ايه الورقه دي؟ مش عارف، بس هي ممكن تفيدنا قدام، خليها دلوقتي. المهم انت كلمتي ضياء؟ كلمته. تمام، خليه يتحرك على هناك واحنا خلينا نتحرك دلوقتي. بس انا مش موجود دلوقتي. قولي مين؟ معانا اول من هي بتشتغل. ليه؟ ايه اللي حصل؟ لانه بنت ابنك مذبوح في الشيخ زايد. مذبوح؟ معلش لازم ننفذ الامر. فين اوضه الاستاذ مأمون؟ عندي كم سؤال ليك يا عمو. معلش حد كان ماسك عليه حاجه.
بلا حضرتك وبقاء لله شهيد. الو ايوه يا ريس خلاص كده تمام، هما لسه ماشيين دلوقتي وما حصلش بقى اي حاجه. اتفضلوا معايا كل يثبت مكانه. كل اللي حصل متصور صوت وصورة، اتفضل. وفعلا ياسمين الفرد الثالث من العصابه بتاعتهم كانت بتراقبهم وبتملي الاقبال الريان.
وبعد ما ريان كلمني وقال لي ان انا راح انوض مأمون كلمته على طول واتفقت معاه ان احنا هنزور القتل عشان يبان واقعي قدام ياسمين. بعد كده روحت انا وندى نحقق في الموضوع عشان الموضوع يبان واقعي. المشكله الوحيده اللي كانت قدامنا هي الورقه اللي مأمون قطعها من غير ما نعرف ايه اللي جواها. كان لازم نروح ونعرف ايه اللي موجود جوا الورقه دي عشان نعرف معاد التسليم ونقبض عليهم متلبسين. وهي دي خطتنا يا عبد الرحمن عشان نعرف الدراسه. طيب ايه اللي خلى مأمون يغير رايه في الاخر؟ بص بقى يا عبد الرحمن، انا اول ما رحت المسجد ضميري سحر، اول ما دخلت حسيت بروح غريبه بالذات لما كنت واقف عند ديوان الكبرى، حسيت ان انا منعزل عن العالم اللي بره وقررت بعديها ان انا مش هكمل العمليه دي. والله يا ابني انت شجعتني اروح المسجد تاني. كتر الله من امثالك انت وطاعتك، كتر خير. طب احنا نستأذن احنا بقى. سلام. اي خدمه؟ شكرا. سلام. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم.